السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، الله يسعد ليك الأوقاتكم يا رب. معكم خالد جنيد من قناتي الخاصة. اليوم إن شاء الله رح نشتغل بناء على طلب الشباب على أغنية عيد حب هي الليلة. الناس معيدين، إن شاء الله كل أيامكم بتكون حب للفنان كاظم الساهر. ويلا نبدأ. اهلا وسهلا فيكم مرة تانية اصدقائي. اذا بدنا نشتغل على اغنية عيد حب هي الليلة الناس معيدين. مبدئيا الاغنية من على مقام البيات، ما فيها شيء تاني، ايقاعها بيجي تشوبي، ولكن تشوبي شوي في دم زيادة عن النظامي. تمام، يعني هذول ثلاث خبطات بخبطة مثلا تشوبي العادي، لاحظين ثلاثة دم دم، هذاك بيجي زيادة دم، يعني ثلاثة دم دم دم، في دم زيادة عن الشوب العادي. تمام، لكن رح نشتغل هلا على هذا ما بيأثر، بما انه هلا ما عندي هذاك الايقاع. خلونا نبدا هلا من علامة الري. سرعة الايقاع بطيئة شوي شباب، على 90. تمام، الايقاع سرعته على 90، التيمبو 90. ترانسبوس هلا زيرو، ما في ترانسبوس. رح نبدا فيه من علامة الري. اذا هلا خلونا نبدا بالانترو من علامة الري. تمام، هذا هو الانترو، ما في شيء زيادة. نشتركون هي على مهلنا. هلا اذا بدكم تشغلوا الخبطة، اذا بدكم لا، على كل حال نبدأ لكم في على مهلنا من هون. تمام، الكلام اللي بيجي بعده، الموسيقى تجي بعد الانترو، النفس تبع الأغنية. نعيد. تمام، هلا بيجي الغناء. ناخذها من علامة الري. عيد حب هي الليلة ناس معيدين، لو انت وياي الليلة العيد بعيدين. نذكر الكلام، اذا نبدأ بالغناء. هاي الليلة الناس معايدين، لو انت وياي الليلة العيد بعيدين. مروا علي وفاتوا واحد بالاخر، من اتنين الحبايب يا غايب طل. شايل وردت بايدي وهنيت الكل، لك وين الدنيا مغيبتك لو اعرف وين. هاي هي الغناء شباب، ما في شيء ثاني. نعطيكم المقطع اللي بعده فورا قبل ما نبدا فيه على مهلنا، تقريبا نفس الاول ولكن من نص ورا. تمام، ولكن بالاغنيه الاساسيه بفوت كمان، بيرجع بعيد عيد حب، كمان بيبدا بالمقطع الثاني تبع اسمع لغه الحبايب. نعملكم يا دغري. اسمع لغه الحبايب، اشكال الوان، همسه ولهفه ودلال ودلع الخلان. بإيدي صارت رمح، الوردة البيضة بإيدي صارت رمح، مرت من دم الفاير يا نور العين. عيد حب هاي الليلة الناس معيدين، وانت وياي الليلة العيد بعيدين.
هاي هي شباب، نشتغل لكم هلا المغنى على مهلنا. تمام. هلا هاي تسليمي تبع الطلعة. على فكرة هاي الأغنية إذا بتكون الدقوة لحدا ما منوخ إلى مطرب ما بيعرف بالطبقات كتير، ما تعطوا إياها أعلى من المي. تمام شباب، أنا هلا بشتغل ري، يعني أعلى من المي ما تعطوا إياها، ري مي إذا كترت يعني، وإذا مطرب يعطوها إياها من الله. تمام شباب، نكمل. هذا مرتين طبعا نكفي. تمام، هذا هو، ما في شيء ثاني. خلونا نشتغل العزف هيك، تشيلة التشوبي اللي تجي معه. شباب لاحظوا هاي، هون بيرجع بفوت المطرب لحاله. عيدوا حب. تمام، اشتركوا يا على مهلنا فوق. لو كانت التشيلة معليه ناخدها على غير صوت السترينج لحتى تبين صح معكم. تمام، نعيدها معليش. او خذوا البيت شيك، نقرا على الشمال. تمام، وبيفوت المطرب بالهي، يعني ما في شيء اكثر من هيك هي الاغنية. تمام، هلا خلونا نروح على نشتغل على غير طبقة، على لا او على الصول قبل. نرجع للسترينج، نبدأ بالانترو بالاول، نبدأ أبطأ معليش. تمام الكلام، اللي الطلعة. تمام، هاي الطلعة بيبقى عنا شو السولو. هاي طبعا الدائرة هيك بنعملها ليفوت المطرب بعدنا. تمام، هاي هي على الصول، ناخدها على اللا، نبدأ بالإنترو. تمام،
الإصبع. تمام، ناخذ الغناء. السولو اللي بالنص او تشيلة تشوبي. تمام، هاي هي شباب، ما في يعني اكثر من هيك. خلونا هلا شو مشري تحت، انا مشري ري. تمام، هذا كان الفيديو شباب، لح اقفل معكم بدقيقتين شوبي من على علامة الري. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسونا باللايك شير، شيروا قد ما فيكم للشباب اللي بتعرفون عم يتعلموا، اعملوا لهم بعثوا لهم الفيديو على الواتساب او على تليجرام او على الفيسبوك، بعثوا لهم اللايك يعني. بتمنى طبعا هالشيء. تحياتي لكم، كان معكم خالد جديد من قناتي الخاصة، والى اللقاء.